قلتي لي صار لنا 18 سنه مش شايفينه، تركني كان عمري 5 سنين وخيي كان بالملفه، وعدكم انه راجع؟ وعد انه راجع بعد 3 شهور. بس هو ليه برم ظهره فل؟ هيدا الشيء اللي ما بعرف. 18 سنه راح كرمال دفن والده، لوين راح؟ على مصر بلده. حاولت بسيمة تتصل بهيدا الرجل، بهذا الأب، كرمال تطمن أو كرمال تعرف شو السر وشو صار؟ تواصلت معه بس بعد فترة زمنية طويلة. أي ظروف ممكن تخلي؟ ممكن يكون في ظروف غير ظروف العائلية؟ أنا بفهم أكتر شيء يمكن ظروفه المادية ما بتسمح له، بس بعتقد ب18 سنة إذا كل يوم حطيت جناية بإجة حلك تصمد حق التكت على لبنان تجي تشوف أولادك لو يوم وتفال. وعدك وما إجا؟ وعطول بيوعد وما بيجي. لما ترك من لبنان ترك كان في مشاكل ممكن بوراقه؟ هو إيه فل من هون تهريب. إخواتك هون شو موقفهم؟ عندي حنان مثلي تقريبا، شيرين لا، يعني بتقلي إنه ما بيعني لي شيء. محمد رافضه رفض قطعي. هيدا مين؟ بعرف الصور إنه بيي. شو بتعرف عنه؟ بعرف إنه هو عايش بمصر مش أكتر. تركني هو بعمر 5 أشهر أنا وباللفة مش أكتر من هيك. عدم وجود الأب بحياتك كيف أثر على طفولة محمد وعلى مراهقة محمد؟ عادة الولد لازم يكون حده بي ليحكي معي، يقول له شو عم بصير معي، يقوي البي بشغلات، يحكيه يفهمه. أنا ما كنت لاقيهم لهول الشغلات. صرت بعمر 18 سنة، 18 سنة بي مش حدي. بهال 18 سنة من حياتك حاول يتواصل معك؟ حاول، بس أنا ما كنت بفتح المجال، ما بدي إياه بحياتي. إذا هالمرة رجع إجا، شو بكون موقفك؟ ما بسامح هال 18 سنة اللي تركنا فيهم، اللي ربيت فيهم أنا لحالي. تواصلت مع بيك بالقاهرة. أول ما اتصلت فيه قلت له حاب أدعيك على بيروت. أول عقبة خطيناها، الوالد تعاون أصدر جواز سفر. خفت إذا يكون في مشكلة بلبنان تمنعه من دخول الأراضي اللبنانية، وهيدا الشيء اللي بخليه مردد ما يجي على لبنان. سألنا والجواب كان إنه حصل الوالد على فيزا بتخليه يفوت إلى الأراضي اللبنانية، وتاريخ إصدار الفيزا كان بـ 2/1/2019. تخطينا ورقوا بلبنان الحقبة الثانية واتصلنا فيه وقلنا له كل شيء صار جاهز. ترنا للخمسة وثلث، وصلت الطيارة ما وصل. برأيك بسيمة شو القطبة المخفية؟ ليه ما عم يقدر يجي؟ ليه ما بده يجي؟ ممكن سلامك. بنته كبيرة. مين؟ بسوم. محمد ما بيعرف انك انت وصلت. رح اخبر محمد انه بيه بلبنان مثل ما كان القرار بايدك من 18 سنه، اليوم قرار بايده اذا بسامح. بيك بعد 18 سنه وخمس ايام رجع على لبنان وناطر منك الاشاره كرمال هو يفوت. هو بده يعمل خطوة تجاه ابنه،
انت اللي بتقرر اذا بفوت بفوت كرمالك او كرمال اخواتك. حابب اتعرف على بيي، حابب اعرف مين هو بيي، بس ما حابب اكون قريب كثير منه. حابب اسمع السبب منه، هو انه كيف قدر يترك ولد عمره 5 أشهر باللفه، تركه مع مره وفل. حابب اسمع الجواب منه. تفضل فوت. سامحه اذا كان الجواب وبيقدر يعطي عذر على هذا الشيء. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.